صباح يسوع المسيح. أنا سعيد كون معكم وبقلكم شنورا قالم من شان أنتوا صليتوا من أجلي بالوقت الصعب يلي أنا مريت فيه. ودايما تعزيتنا أنه يسوس نورين بديك، دايما تعزيتنا هيك. وأنا اليوم بنعمة الرب جاي شارككم بتعليم عن يوم الخمسين، اليوم يلي نزل فيه الروح القدس على التلاميذ وعلى المجموعة اللي كانت موجودة في الكنيسة الأولى، شي 120 شخص في أورشليم بالقدس. ورح أقرأ من أعمال الرسل الفصل 2. ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وبغتة إجا صوت من السماء مثل هوب ريح عم تعصف ملأ كل البيت مطرح ما كانوا، وظهرت ألسنة منقسمة مثل النار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس ابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. بعدد 5 إلى عدد 11 بيذكر 16 بلد كان في ناس منهم موجودين في أورشليم بهذاك الوقت، مثل جليليين، رومان، من تركيا، من القيروان حد ليبيا، وكله كانوا عرب وكانوا كلهم هونيك. بيذكر 16 بلد كان فيها ناس منها موجودين بأورشليم عم بيسمعوا كلمة الرب وعم بيقولوا شو عم بيصير. فوقف بطرس وقال لهم اسمعوا، نحن مش سكرانين مثل ما انتوا عم بتفكروا، نحن تم فينا شو قال الله عن بسفر يوئيل انه الروح القدس بده يجي. امين امين. ويوم الخمسين هو ليش اسمه 50؟ لأنه بيجي بعد 50 يوم من عيد الفصح عند اليهود. عيد الفصح دائما بيكون بتقريبا آخر أدار أو أول نيسان. بعد 50 يوم بيكون أول الحصاد، بيكون بلشوا بدهم يحصدوا القمح، بيكونوا بلشوا بدهم يحصدوا بعض الفواكه اللي بتطلع من الأرض، وبيجيبوا هالبكورات يعني أول الحصاد بيجيبوها على الهيكل وبيشكروا الله. فيوم الخمسين هو يوم الحصاد يلي بيجمعوا فيه الزريعة والحبوب حتى يجيبوها قدام الرب، وبعدين بيضل الحصاد ماشي لحد آخر الصيف. فبداية الحصاد هو يوم الخمسين، وعنا بلبنان بسموه العنصرة، وهو معناتها بالإيمان المسيحي أنه نزول الروح القدس على التلاميذ. وإذا بتحبوا تنتبهوا لشيء هو أنه يسوع قام يوم الأحد، وإذا بتحسبوا 50 يوم من الفصح بيصير يوم الأحد. وهيدا اللي خلى الكنيسة الأولى تقول يوم الأحد هو يومنا. كانوا يعملوا هالشي يوم السبت، يعبدوا الله يوم السبت، يستريحوا يوم السبت، لكن لأنه يسوع قام يوم الأحد وكان ظهوراته
يوم الأحد، بعدين إجا يوم الخمسين يوم الأحد، فترسخت عند التلاميذ الفكرة أنه كل أحد بنعمل نحن كسر خبز بيكون ربنا موجود معنا. وبالبداية كان يوم الأحد عندهم يعني السبت بعد غياب الشمس، لأنه كانوا يعملوا هن يبدأ السبت الراحة، الجمعة عشية بعد ما تغيب الشمس يبدأ السبت، وبيضل السبت لحد ما تغيب الشمس يوم السبت، بيصير شو؟ يوم الأحد. فكانوا يبدأوا يوم الأحد السبت بعد غياب الشمس ويضل ليوم الأحد عشية. هذه الأشياء ركزت قدام الكنيسة أنه نحن عنا اليوم يوم جديد، يوم العبادة، ما عنا تحت الناموس. وأنتوا بتعرفوا قديش كان السبت له قيمة عند اليهود وقدسوا كثير، لدرجة صار قبل الإنسان. شو قال يسوع؟ قال الله عمل السبت من شان خير الإنسان، وما عمل الإنسان كرمال السبت. فهو السبت الغاية منه لخدمة الإنسان. شو بيكون أنتو عملتو سيد على الإنسان وقال لهم تذكروا أنه أنا رب السبت. هللويا، أمين. هذا بيجي موضوعنا هلأ، شو يعني يوم الخمسين؟ يوم الخمسين، اليوم يلي إجا فيه الروح القدس، له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، لأنه يسوع تمم وعده لما قال لتلاميذه امكثوا في أورشليم حتى تجي قوة من الأعالي وأنتوا بتلبسوها. ولما واحد يلبس قوة يعني بيصير قوي، أمين؟ اللبس هذا، واحد يلبس مثل يلبس سلاح، لما يلبس الروح القدس يعني لو لبس قوة الروح القدس، ما تلبسون قوة من الأعالي. فالروح القدس عمله أن يقوي الكنيسة في شهادتها وفي إعلان اسم الرب حتى تنتشر البشارة في كل محل. والحقيقة نحن دائما بحاجة أنه يكون في حياتنا يوم خمسين، حياتنا ملء الروح القدس حتى دائما نكون شهادة وأنوارنا عم بتشع وكل الناس عم بيشوفوا يسوع فينا، بحياتنا، بعاداتنا، بكل شيء فينا، ويقولوا شو السر بحياتك؟ والجواب يسوع هو كل السر، هو العمل التغيير العجيب فينا. هللويا، نعم. هيدا وتحقق الوعد، كانوا تلاميذ مجتمعين ومنتظرين وفجأة إجا الروح القدس، ولما إجا عمل هالتغيير الكبير. أنا خبرتكم قبل شوي أنه يوم الخمسين هو يوم بداية الحصاد، ولما يقطفوا الناس من الشجر ومن الأرض أول قطفة بيجيبوها بيقدموها للرب. شو صار يوم الخمسين؟ وعظ بطرس والإحداعش واقفين حده بقلبهم عم بيصلوا له، وقدم كلمة الرب، والسيف الروح القدس نخس القلوب وتاب 3000 نفس، كانوا الحصاد، أمين؟ كانوا الحصاد، وبدكم الحقيقة كانوا بداية الحصاد، لأن الكنيسة لحد اليوم نفوس بتخلص وبتنضم لجسد الرب في كل محل بالعالم، أمين؟ نحن أنتوا بتعرفوا سفر الأعمال وبتقروا عن هالحادثة هيدي، شو بيقول فيها؟ بيقول وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. ونحن منطلع على كنيستنا ومنقول مش كل يوم في خلاص نفوس، عم بيقول كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون.
بنطلع بكنيستنا بحالتنا بنقول ما في كل يوم خلاص نفوس. انتبه، يسوع ما قال كنيستك، قال كنيسته. يضم إلى الكنيسة، بعدين هالكنيسة شو صار في كل محل. ايه، ومن وقت ما ولدت الكنيسة كل يوم في ناس بتخلص، مش بكنيستنا المحلية، كل العالم. أمين. وكل يوم بيجي ناس أكثر بكثير من 3000. أمين. لأنه عمل الرب ماشي على طول، هيدي قوة وجود الرب بكنيسته يوم الخمسين. إذن بيوم الخمسين تبين أنه يسوع صادق، قال لا أترككم يتامى، أني أتي إليكم، مش هي؟ وبيوم الخمسين إجا لعنا، هالمرة بشو؟ إجا لعنا بالروح القدس لحتى يسكن فينا، له كل المجد. وهلا بيطلع السؤال، بيطلع سؤال يعني لما اجى الروح القدس يوم الخمسين، ما كان في الروح القدس قبل يوم الخمسين؟ كان في الروح القدس قبل يوم الخمسين، كان في الروح القدس من اول الخليقه، في البدء خلق الله السماوات والارض، وروح الله يرف على وجه المياه، والروح القدس دائما موجود. يسوع حبل به بالروح القدس. مين كان ياخده بالخدمة ويجيبه ويحركه؟ مين مسحه يوم المعمودية؟ روح القدس، مش هي؟ نفخ فيهم وقال اقبلوا الروح القدس. فدائما الروح القدس موجود. ليش في يوم خمسين للروح القدس؟ بحقلنا نسأل. خدوا مني فكرة، يسوع دائما موجود، موجود بالعهد القديم، من البداية موجود بالعهد القديم. من أمتى؟ لمن الله خلق الكون. في البدء خلق الله، شايف؟ في البدء خلق الله. طيب، وكان روح الله يرفع على وجه المياه. أنا عم بقرأ من تكوين أول فصل 3 أعداد. الله خلق، في البدء خلق الله الكون، روح الله يرفع على وجه المياه. إذا عندنا الله وعندنا روح الله، وين ابن الله؟ الكلمة. في البدء كان الكلمة، وقال الله ليكن نور، فكان نور، به كان كل شيء. هللويا. إذن الابن كان موجود، شيء لأنه أزلي، موجود قبل الخليقة لأنه الله به عمل الخليقة، موجود بالعهد القديم وشافوا أشعيا لما كان جالس على الكرسي العالي، وقروا عنا بيوحنا 12. دائما يسوع موجود، لكن لاحظوا انه في تجسد لمن ولد من مريم في ملء الزمان. صار فيه شو؟ تجسد. ابن الله اجا وصار انسان. في البدء كان الكلمة، والكلمة صار بشرا. شو صار وقت ما اجا يسوع بشر؟ شو صار؟ صار في احتفال. خبروني عن الاحتفال. اجا مجوس من المشرق، صح؟ قدموا له هدايا ذهبا ولبانا ومرا. مرا يعني زمرني، مرا زمرني باليوناني، وانا سميت بنتي على زمرني، سميرنا. هذا اسم حلو. وهودي قدموا للرب يسوع، كان في احتفال. شو كمان صار؟ قال كان في رعاة بالبرية عم بيسهروا على الغنم، وشافوا جند فرقة
من الملائكة عم بترنم. شو بتقول؟ المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. فهود الرعاة ركضوا ليشوفوا شو في بيت لحم عن طفل، وخبروهم شو عم بيشوفوا. كان في حفلة كونية، كان في حفلة احتفال كبير لما إجا يسوع على الأرض. وكمان الروح القدس لما بده يبدأ يتحرك بقوة ليرافق الكنيسة، لأنه يسوع بده يموت ويقوم ويطلع يجلس عن يمين الله ليسود الكون ويشفع فينا. الروح القدس هو اللي بده يبدأ العمل بقوة هلأ فينا. مشان هيك الروح القدس كمان القنوم الثالث بده حفلة. أمين. مثل ما كان احتفال يوم التجسد، في احتفال بنزول الروح القدس يوم الخمسين. وأي حفلة مجدا صار في عجائب معجزات ويتكلموا بلغات ما بيعرفوها، وبعدين شو صار؟ 3000 نفس آمنت بالرب وابتدأ عمل الله بقوة. أمين؟ أمين؟ مرات منسأل ليش هذا هيك بيصير؟ وشو معنات كمان يوم الخمسين؟ يوم الخمسين إجا الروح القدس وعلى الناس. بدي أخبركم شيء قبل شو صار حتى تشوفوا معنى مجيء الروح القدس علينا. يسوع بدأ خدمته بين أخوته اليهود في المجامع. مجامع يعني المحل ما بيعبدوا اليهود، يروح يصلي معهم يقرأ معهم. بعدين صار يشفي يوم السبت، يعني بيجتمعوا يوم السبت، يجي حدا مريض يكون بالاجتماع يشفي يسوع، بلشوا ينقموا عليه. صار يعلم انه الانسان قبل السبت، كمان زعلوا منه. بعد شوي ما بدهم اياه في المجمع. شو صار يسوع يعمل؟ صار يعلم بالحقول على شط البحر، بالضيع اخذ تلاميذه يتجول، كل الدنيا الأبرشية تبعه. مش ضرورة بقلب السيناغوغ، بقلب المجمع اليهود. صار يبشر برا. بعدين برا صاروا يقوموا كمان، يبعثوا جواسيس من الفريسيين ومن هودي تبع الكهنة من أورشليم حتى يطاردوه. فكمان صار يتضايق. وبعدين حاصروه، بعدين قال لهم أنا بدي أطلع على قلب بيتكم على أورشليم، ما حدا بيمنعني، بدي أوصل لهوني. وراح على أورشليم وطبعا صلبوا هونيك. هلأ لما نوصل على أورشليم اللي كانوا معه وصلنا في العالي، ولما دخل المدينة ارتجت المدينة. من هذا؟ كان محبوب، كان الناس سامع عنه. لكن رؤساء الكهنة وقادة الكهنة كانوا ضده، بدون يتخلصوا منه، بدون يقتلوا. فلما شافهم عم بيشتغلوا ضده، وبقي جمعة بأورشليم عم بيكرز وبينادي وبيقولوا للناس تتوب وتقبل ملكوت الله، ما كان عم يتجاوب حدا. البكى عليها، يسوع بكى على المدينة لأنه ما عم تتجاوب معه، ما عم تقبله. يا ريت أهل بلدنا يجوا لعند يسوع ما يرفضوا. يا ريت شعبنا يجي لعند يسوع ما يلتهي عنه، وإلا بدنا نبكي بالأخير. يسوع بكي على المدينة لأنه قال يا أورشليم يا أورشليم، كم مرة رغبت أنه أحضنك مثل ما تحضن دجاجة فراخة تحت جوانحها وأنتم ما بدكم. كم مرة حبيت أعمل هيدا وأنتم ما بدكم. هو بيتكم يترك لكم خرابا. تعرفوا شو يعني خراب؟ الخراب لمن يكون مثلا في هيكل
وتكسر مثل بعلبة، قلعة وحجار وعواميد، وبعدين إجا زلازل. ولما يحدث هيدا ما بيعود حدا يسكن هونيك. ومرات البيت لوحده إذا الناس بتهجروا بيخرب، لأنه إذا ما حدا موجود بيصلح دائما شو بيصير؟ يعني كلمة خراب كمان معناتها مهجور، يعني الناس تركته. فهمتوا علي؟ شو قال يسوع هلأ؟ هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا أو مهجورا. مين هجر البيت؟ بيت هو بيتكم، يعني الهيكل، هذا هيكلكم يترك لكم، يعني شيء كبير. هذا شو يعني هيكلكم؟ بيتكم هيكلكم، يعني مش هيكل الله، هيكلكم انتو، ما انتو عم بتجروا فيه جوا، مش هيك؟ اجا طردهم. هذا هيكلكم بده ينترك، الله بده يتركه، ما بيعود موجود فيه. وتأكد هذا يوم يسوع صلب. لما صلب يسوع شو صار؟ قال انشق الحجاب ستارة تبع الهيكل من جوا، اي، وانفتح القدس على قدس الأقداس. معناها انه ما بقى في فاصل بين الانسان والله، لانه بالفداء بيسوع المسيح راح الحاجز وراح الستارة، وصار فيه قدرة للإنسان يشوف الله. أمين؟ يعني ما في بقى حاجز يفصلنا عنه. فهيدي معناتها أنه ما بقى في للهيكل قيمة، خلص صار حجار، الله تركه. بعدين الحجاب انشق، ما بقى في قيمة لأي ذبيحة بتتقدم هوني، لأنه اللي مات على الصليب هو ذبيحتنا، حمل الله اللي بيرفع خطية، اللي بيحمل خطية العالم. أمين؟ يسوع، يسوع. طيب هلأ راح الهيكل، الله ترك الهيكل، الهيكل ما بقى له قيمة لأنه من حجر. وأنتوا بتعرفوا استيفانوس بالوعظة الشهيرة يلي اليهود بالأخير رجموا عليها، تذكروا شو قال استيفانوس؟ قال أنتوا بتفكروا أنه الله بيسكن في بيوت شغل الإيدين، الله السماء كلها ما بتساعه، وما ما تقولوا عنا الهيكل. ايه، انتوا بتعرفوا انه يسوع هو هلا هيكلنا، مش هيك؟ ما بقى في هيكل، ما تفكروا بهيكل، الله بيسكن في كل محل، السماء كلها ما بتسعه. الله بيسكن هلا بقلوبنا. امين. طيب لما قال انا هجرت الهيكل الله، وهلا بيجي يوم الخمسين وين يسكن؟ يسكن فينا، صرنا نحن هيكله. تأمنوا هيك؟ شو قال الرسول بولس؟ قال ألستم تعلمون أنكم هيكل الله وأن روح الله ساكن فيكم؟ صح؟ إذن الله هلأ ما بقى يسكن بالهيدي البنية الحجر، الكنيسة مين؟ نحن الكنيسة، ساكن فينا هلا. منشان هيك كان يوم الخمسين يوم كأنه الله عم بيقول له لشعبه أنا هلا جاي من جديد على هيكلي الجديد يلي هو أنتو. هللويا، ويسكن فينا وبيرتاح فينا. ليش نحن هيكله؟ لأنه يسوع فينا، لأنه يسوع هو هيكل الله. والكلمة صار بشرا وسكن بيناتنا.
شو سكن؟ يمكن بالأرمني مثل العربي. سكن يعني عمل خيمة الاجتماع. شو اسمه بالأرمني؟ خيمة الاجتماع بالعهد القديم، مطرح ما كان الله يسكن، بعدين صار هيكل، كان في خيمة بيمشي معه. هيدي الخيمة مسكن. وإجا يسوع شو عمل؟ عمل مسكن الله بيناتنا. يوحنا 1:14. أمين. ولأنه هو بقلوبنا والروح القدس يوم 50 إجا لعنا، مين هيكل الله هلأ؟ نحن للرب المجد على الدوام. شو منتعلم من هيدا؟ نتعلم أنه إذا بتقروا مظبوط أنتوا الرسائل والأناجيل وكل شيء من الكتب الإنجيل، بتعرفوا أنه الله ساكن فينا وابن الله ساكن فينا وروح الله ساكن فينا. يعني الآب والابن والروح القدس ساكنين فينا. أمين؟ طيب تذكروا شيء آية أنه الله والابن، الله وابنه ساكن فينا؟ بيوحنا يسوع قال اللي بحبني بيحفظ كلامي، وبيجي أنا وبيي ومنسكن عنده قلبه. أنا وبيي، أبي وأنا نسكن عنده. أمين. والروح القدس فينا، إيه؟ ليحل الله، ليحل المسيح، حل بيننا، روح القدس يحل فينا. كل هذه بتدل على أنه الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس ملئنا. تأمني؟ تأمني؟ كلنا من آمن؟ طيب إذا هيك من آمن، كيف لازم نعيش على هالأرض؟ كيف لازم نعيش؟ لازم نعيش بثقة، بإيمان، بقوة، بشهادة، باحترام للثالوث يلي فينا، الأب والابن والروح القدس. شو كمان؟ لازم نعرف كيف نتعامل مع بعضنا بالبيت، بالكنيسة، بعلاقتنا الأخوية مع كنايس تاني، مع كل المؤمنين بالرب. ليه؟ لأنه كل واحد منا في الثالوث. خلينا نحكي عن يسوع. يسوع فيك، يسوع في، يسوع في، يسوع فيا. شيء؟ طيب كيف بيتعامل يسوع مع بعضه؟ كيف؟ محبة، احترام، تقدير، لطف. يسوع بيكسر يسوع، يسوع بيبعد عن يسوع، يسوع بيضحك على يسوع، بيستهزئ بيسوع، بيحكي كلمة مش حلوة على يسوع. ما أنت يسوع فيك، بولس هيك بيقول، أنا مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يعني بكل واحد في يسوع. كيف بيتصرف يسوع نحو الآخر؟ كيف بيتصرف يسوع نحو يسوع؟ فكروا. مشان هيك لازم نعيش حياة الإيمان تبعنا بالإيمان المسيحي عالي عالي عالي. ما تعيشوا دجاج، عيشوا نسور فوق على العالي. أمين؟ على العالي. ليك عالي، خليك عالي، عيش عالي، روحانية عالي، محبة عالي، لطف عالي، نضج عالي، خليك عالي. اترك الأرض هودي، خليك مثل النسر الطاير، تحب الرب وتحب كل الناس وكل العالم تساعة بقلبك.
لأنك أنت كبير بيسوع المسيح. أمين؟ أمين. شو بدي أخبركم بعد؟ بدي أعمل ختام. بحق لنا نطرح أسئلة؟ فنسأل أسئلة. نسأل سؤال منجاوب عنه. من الأسئلة يلي منسألها في موضوع يوم الخمسين هو السؤال التالي: متى ولدت الكنيسة؟ متى ولدت الكنيسة؟ وبصير في عدد من الأجوبة، وأنتم بتعرفوها بعتقد لهذه الأجوبة. الجواب الأول لهذا السؤال متى ولدت الكنيسة، الجواب الأول لمن يسوع جمع 12 تلميذ وقال لهم أنتوا الرسل تبعي، وصاروا يعيشوا مع بعضهم، كان هو القائد تبعهم، المعلم تبعهم. في البعض بيقول هوني ولدت الكنيسة، البعض بيقول ولدت الكنيسة لمن الرب يسوع نفخ بتلاميذه وقال اقبلوا الروح القدس، هذه بيوحنا 21. البعض يقول يعني طبعا انه لمن قام يسوع، وبعدين في البعض بيقول انه ولدت الكنيسة يوم الخمسين، لانه يوم الخمسين اجى الروح القدس وصار في وعظ وثلاثة آلاف نفس آمنت، والرب ابتدأ يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين يخلصون. فالبعض قال إنه يوم الخمسين ولدت الكنيسة. بعد في نقطة ناقصة، متى ولدت الكنيسة؟ أنا وعم بقرأ قدامكم خبرتكم أنه بأعمال 2 في ذكر ل 16 بلد، 16 مجموعة من البشر كانوا موجودين بأورشليم يوم الخمسين. مرات نحن منفتكر أنه هودي 16 بلد يعني هودي بيمثلوا كل العالم. يوم الخمسين كان يوم عالمي، بس بدي أكون تنتبهوا انه هودي 16 الناس من 16 بلد كانوا كلهم يهود او صاروا يهود، اليهود ودخلاء. هودي كلهم كانوا جايين يوم الخمسين حتى يعيدوا عيد الحصاد، عيد الخمسين. وين؟ بأورشليم. ليش بيجوا على أورشليم؟ لانه كلهم كانوا يهود. فهل يوم الخمسين كان يوم الكنيسة وولادة الكنيسة، أو مجيء الروح القدس على الشعب اليهودي؟ وهل الكنيسة بس من اليهود؟ مش بس من اليهود. شو في كان مع الكنيسة؟ يهود والأمة، شيء يلي من أصل يهودي واللي مثلنا. بس هون عم بيقول انه يوم الخمسين كان بس لليهود. وين الكمالة؟ يوم الخمسين له تكملة، نسيته؟ بيت كارنيليوس. شو صار ببيت كارنيليوس؟ قائد عسكر، ضابط يعني كبير، قائد 100، عنده 100 عسكر يعني، ضابط روماني مؤمن عن طريق اليهود، آمن بالله لأنه عايش بفلسطين، لكن هو ما دخل باليهود، يعني ما عمل ختان، ما صار رسمي يهود، كان هو يتعبد لله بس ما كان يهودي، كان من الأمم. وإجا رؤية على بطرس يقول له بطرس روح على بيت كارنيليوس، قال له لا يا رب، هذا أممي، هذا مش يهودي، شو بصير فيه؟ بالأخوة بقوم عليه. فأخذ معه شهود، يعني أخذ معه شوية أخوة
حتى إذا راح يكونوا شهود عليه شو عم يعمل، لأنه بده يفوت على بيت شخص شو أممي يعني غير يهودي. ما كانوا يتعاملوا أبدا اليهود مع الأمم، ما بفوت على بيت وثني يعني أمم. فراحوا لهونيك وكان كانيلوس وأهل بيته حاضرين، وقف بطرس وعظ، وهو عم بيوعظ شو صار؟ حل الروح القدس على الكل، وشو صاروا يحكوا بألسنة مثل ما صار يوم الخمسين. شو قال بطرس؟ قال مين بيقدر يمنع الماء يعني يمنع المعمودية عن هودي يلي أخذوا الروح القدس مثلنا نحن في البداية؟ انتبهوا، أخذوا الروح القدس مثلنا نحن اللي أخذناه يوم الخمسين. ايه؟ هلأ شفتوا قيمتها يعني هيدي، وتعمدوا وقتها يعني تعمدوا بالماء. بعدين معناتها أنه الكنيسة هلأ اكتملت، لأنه إذا يهود بس ما في ولادة للكنيسة. ولمن هلأ نجي نسأل السؤال متى ولدت الكنيسة؟ فيك تقول بشي محل؟ انتبه، بدي أقدم لك تشبيه يساعدك على التفكير. يعني ما كان في لحظة فيها تم كل شيء، كانت هيك مدى مرحلة طويلة. مثلا الحياة الطفل بالبطن أمتى بتبدأ؟ لمن يتزوجوا. أمتى بيولد؟ بعد 9 شهور. بس في بداية لحتى يصير جنين، في بداية بعدين في ولادة. التشبيه أنه لمن يسوع اختار 12 تلميذ كانت البداية، صار الحبل، صار ينمى. ايه؟ يوم بيت كارنيليوس شو صار؟ الولادة. لمن صار في مخلصين من مين ومن مين؟ من اليهود ومن الأمم، لأنه كنيسة المسيح ولا مرة شعب واحد. كنيسة المسيح يهود وأمم دايما، إسرائيل شعب واحد. بس لما نقول كنيسة شو صار؟ يهود وأمم. مشان هيك ربنا شال الحائط والسياج المتوسط وشال العداوة بالصليب، مش هيك؟ ووحد كل الشعوب وقال أنتوا اللي تعمدتوا بالمسيح لبستوا المسيح، ما بقى فيه يهودي وأممي، صار الكل واحد في المسيح. أمين؟ في أحلى منه يوم الخمسين؟ وشو عمل يوم الخمسين؟ ومعاني يوم الخمسين؟ وبيخلينا نتأكد بالأخير، هلأ نتأكد أنه الله ساكن فينا. أمين؟ أي الله ساكن فينا، ولأنه الله ساكن فينا بده يعمل مصالحة مع كل الشعوب. فإجا وصالح بجسده اللي هو الكنيسة اليهود وغير اليهود، صاروا شعب واحد. ونحن كمسيحيين لازم نبقى شعب المصالحة بكل محل. نبدأ ببيوتنا، أمين؟ نبدأ بين الجيران، نبدأ بالحي، نبدأ ببلدنا، نبدأ مع كل العالم، أمين؟ كتير كتير في بلدنا ما في سلام لأن الناس مش متصالحين. طيب لنبدأ بالبيت. أنتوا أفراد عائلتك، أنتوا أخوتك وخياتك، عمومك وخوالك في مصالحة كلية أو في ناس ما بزوروا ناس؟ ليه؟ أنت مسيحي، عمول مبادرة وصالح. بناتنا نحن الأخوة هيك، في حدا بيبرم راسه هيك ما بده يحكي مع التاني، ما بده يسلم عليه، زعلان منه، ما بصير. يسوع
مات على الصليب مشان يعمل المصالحة. ما بده شيء، بده وقفة شجاعة. تروح لعند خيك، لعند أختك، سامحني. سما بتفرح، قلب يسوع بيفرح، لأنه إجا هو يعمل السلام بين كل الناس. والرب يبارككم، وبصلي من أجلكم من كل قلبي أنه الرب يبارك حياتكم، يجعلكم دائما بروح القدس عايشين. آمين. ربي يبارككم.